انا بعد اسف ان انا بقول احنا بس انا بنتمي جزء من النادي الاهلي، شايف انك جزء من العيله دي. وانا هقول لك على حاجه محمد برضو افتكرتها دلوقتي ودي مهمه جدا يعني. اللي خلاني اشترك في النادي الاهلي هو عمنا الكبير العمده صلاح السعداني، الله يشفيه يا رب ويبارك له يعني. ربنا يشفيه طبعا، عمنا الكبير صلاح. انا كنت قاعد لقيت تليفون قال عم صلاح بقى ده عمنا وكلنا يعني، انت فين؟ قلت له، قال لي تعالى من الاستمارة بسرعه، انا قاعد في مكتب الاستاذ محرم الراغب وتعالى. قلت له عم صلاح، قال لي بس تعالى. رحت ومضيت الاستماره وانا عملت العضو في النادي الاهلي بالتقسيط بالمناسبه. وكان رقم يعني مش كبير قوي بس كان في حدود الامكانيات بتاعتي يعني، وخلصته في سنه يعني. وعم صلاح ليه الفضل طبعا ان احنا يعني ده كان حوالي 2002 او 2003 الاشتراك في النادي الاهلي يعني. لان انا كنت بحلم بقول لك اعدي من جنب السور، حتى لما دخلت الاختبارات بتاعت النادي الاهلي كان نفسي ان انا اكون لعيب في النادي الاهلي. او ابني لما راح في مدينه نصر نفس الفكره، كان نفسي ان احنا يبقى فينا لينا حد بيلعب في النادي الاهلي. وانا بشكر عم صلاح جدا يعني من خلالكم يعني، وربنا يشفيه يا رب. كانت مرحله يعني بالنسبه لك فارق كبير، كبير بعد استمتاعك بعضويه النادي ووجودك جوه العيله دي جدا كبير جدا. دي بص انت دخلت صرح كبير جدا. لان انا دخلت يعني وانا اسف ان انا ودخلت اماكن ما ينفعش يبقى نادي يعني، كان ممكن يبقى مركز يعني ولا مركز شباب حتى يعني، وانديه كانت كبيره يعني. ما من اللي انا شفته من التطوير وان انا شفته من الـ البنيه التحتيه اللي موجوده، كان لا موضوع مختلف خالص.